يا خويا خلق مشكل مادي بالنسبه للناس اللي خدامين صباح وعشيه، خلق لهم مشكل. الناس راه مدوره بزاف، الانسان تيمشي في الطاكسي راه تخلص في النهار، يعني كاين واحد المونطو ديال في النهار ديال واحد 40 درهم 10 درهم في النهار، ماشي بحال اللي تمشي ب 360. الناس الله يكون في العوان واكل العصا بزاف من ناحيه الركاب، من ناحيه حتى مول الطاكسي مسكين مدور. الانسان دابا تيمشي في الطاكسي اللي عنده العمل، واللي ما عندوش العمل ما تيمشيش في الطاكسي، حتى مول الطاكسي نهار كامل تيبقى واقف. هادشي هذا خصو شي حل، والله الا شتا ولد الخير للجميع، هادشي تتمنوا عند الله اذا الله شتا ولد الخير. الناس مدوره بزاف، والله عاد داز العيد وداز عده اشياء. دابا ماشي شي تيحرموا عليه العمل وشي تيخليوه، طالما تبارك الله عامر الطوبيس عامر، هادشي كاع ما فيه المساواة ولا فيه التباعد. الانتقادات، الانتقادات اللي كاينه تيقولوا كاين المرض، حنا عارفين المرض كاين، ما قلناش لا، ولكن الانتقادات اللي كاينه في الطاكسي ما كايناش في الطرام، ما كايناش في الطوبيس. الطرام عامر، انا في الصباح مشيت في الطرام لقيتو عامر بزاف. الطاكسي دابا حاليا تيدور في بعض البلايص، نتمنى والله اذا الله شي تاويل الخير اخويا. من واحد الجانب اللي صحي ثلاثه الناس راه مزيانه وفق الشروط اللي ديال جائحه كورونا، ولكن بالنسبه للجانب الاجتماعي بالنسبه لأوليو باش كنتي كتخلص 6 درهم وليتي كتخلص 10 درهم راه شويه قاصحه، قاصحه علينا حنايا فهمتيني، لان كتركب يوميا، كتركب يوميا كتمشي عند وليداتك، داك الشيء مهم على اين قاصحه شويه، يعني ماشي 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 في مصلحه الانسان اللي ما عندوش فهمتيني. والطبقه حنا كاع اللي كنركبوا في الطاكسيات الناس اللي على قد الناس اللي انت واحد فهمتيني، الناس اللي على قدها فهمتيني. دونك اذا هذا القرار هذا ماشي نقولوا ماشي صحيح، هو صحيح من الجانب الصحي ثلاثه الناس، ولكن من الجانب سميتو من الجانب المادي راه شويه قاصحه شويه بالنسبه. دونك ما فهمتيني، قولي باش تخلص كنتي كتخلص 6 دراهم غتولي تخلص 10 دراهم، الا كنتي كتمشي ثلاثه المرات ولا جوج مرات راه 20 درهم، يعني راه ميزانيه هذيك ديال فهمتيني. اذا شنو هو الحل؟ والحل الحل هو انهم الحل اش غادي نقول لك، الحل الحل كيكمن في واحد المساله. شنو هي المساله؟ هو انه يحاول ما امكن ينقصوا شويه الثمن، واخا يديروا دوك ثلاثه البلايص وداك الشيء، لان المواطن منهوك مع هذه الجائحه هذه فهمتيني. المواطن مسكين مغلوب على امره في هذه الجائحه فهمتيني. اذا خصهم يديروا يرجعوا للثمن اللي كانوا عادي ويبقاو ثلاثه البلايص، لان ثلاثه البلايص هذو الشروط الاحترازيه اللي كتحطهم وزاره الصحه، مزيانه لصحتنا ومزيانه لصحه الجميع يعني، ولكن الثمن يرجعوا لذاك الثمن اللي كان فهمتيني. اما باش نمشيو للطويسات وداك الشيء، حيت ملي كيكون الاكتضاد، ملي كيكون الاكتضاد وكيكون الناس ما تتعرفش شكون الانسان، واش اللي مريض اللي ماشي مريض اللي هادي اللي هادي، كتوقف حدا واحد فهمتيني. خاصك انت مجبر انك بالكمامه ديالك وداك الشيء وبكل شيء وتقدر 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 تعادى، يعني تقدر توشى بهذا المرض. نطلب الله سبحانه وتعالى الله يخفف هذا سميتو هاد الجائحه، والله يبعدها علينا، والله يبعدها على المغاربه كلهم، وترجع الايام كما كانوا، والله ينصر سيدنا وهادشي اللي كاين. السلام عليكم.